وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النهار، في هذا اللقاء الخاص الذي نعقده مع الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري والمترشح لرئاسية 7 سبتمبر المقبل السيد بلقاسم ساحلي. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك في مقر التحالف الوطني الجمهوري، وشكرا على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا. بداية وبشكل مباشر سيد ساحلي، أعلنتم عن نيتكم في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، خلينا نطرق مباشرة لأسباب ودوافع هذا القرار. حقيقة الأمر من المفيد أننا نذكر بأن ترشحنا للرئاسية المقبلة منذ تقريبا 3 أو 4 أشهر كان باسم تكتل الاستقرار والإصلاح وليس باسم حزبي، وأردنا من خلال هذا العمل أننا نحقق مجموعة من الأهداف. بعض الأهداف هي أهداف حزبية، وبعضها الآخر هي أهداف تتعلق بالأمة، تتعلق بالوطن. بعد ما قمنا بتشخيص للمرحلة السابقة اللي عرفت مع الأسف بعض من التضييق، بعض من التهميش، بعض من الغياب أو تغييب الأحزاب السياسية، كذلك بعض من الغلق الإعلامي، فكان لازم على الأحزاب السياسية أنها تسعى إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي. إذن ترشحنا للرئاسيات الهدف الأساسي منه كحزاب سياسي بطبيعة الحال تكتل الاستقرار والإصلاح الذي يضم حاليا 7 أحزاب سياسية هو إنجاح الموعد الرئاسي. هذا دورنا مهما كانت مواقعنا السياسية في الموالاة أو في المعارضة، ومهما كانت مواقفنا السياسية مع أو ضد، فهذا أول دور. اثنين هو إعادة الاعتبار للعمل السياسي، لأن لاحظنا بأن غياب الأحزاب السياسية عن لعب دورها أو تغييبها حسب الحالات أدى إلى إحداث حالة من الفراغ السياسي في علاقة السلطة القائمة مع المواطن العادي. المواطن اللي نمشي إليه في الولايات يتساءل أين هم الأحزاب السياسية اللي مفروض تلعب دورها كمؤسسات وساطة بين المواطن، تنقل انشغالات المواطن إلى سلطات عمومية. كذلك تغييب الأحزاب السياسية أدى إلى فقدان مؤسسات، بعض مؤسسات الدولة، من الكوادر المؤهلة لتسيير الشأن العام. ثم كذلك إعادة اعتبار العمل السياسي تسعى كذلك إلى يعني مرافقة المصالح الأمنية باش نقدر نلعب دورنا كحزب سياسي. الهدف الثالث من ترشحنا هو إعادة الاعتبار للتيار السياسي اللي ننتمي له، ألا وهو التيار الديمقراطي الجمهوري، لأننا نؤمن بأن الانتخابات الرئاسية على عكس الانتخابات التشريعية أو المحلية ليست هي صراع حزبي، ليست صراع بين الأحزاب بقدر ما هي صراع بين مشاريع المجتمع، فلهذا قلنا بأن الرئاسيات موش من المعقول أننا نمشي لها كأحزاب فرادة ونلقى رواحنا ربما في 40-50 مرشح، ولكن لازمنا نتكتلوا أحزاب سياسية، وهذا هو الشيء اللي دعينا له. الأحزاب السياسية تتكتل حسب انتماءاتها لكي تقدم مرشحين جادين يعبروا على كبرى التيارات السياسية، كبرى العائلات السياسية في البلاد. ربما سيد ساحلي على ذكر التكتل الاستقرار والإصلاح يضم ربما خلينا نقولوا أحزاب لديها تواجد متواضع في الطبقة السياسية، هل تعتقد أنه ستنجحون في مرحلة جمع التوقيعات اللي هي ربما أهم مرحلة في دخول سباق ترشح؟ أولا بالنسبة لأحزاب تكتل الاستقرار والإصلاح، الصورة النمطية اللي مدها الإعلام، البعض يقول لك أحزاب صغيرة، البعض يقول لك أحزاب ناشئة، ولكن خلينا نذكر بأن في آخر انتخابات شرعية اللي شاركت فيها هذه الأحزاب تحصلت هذه الأحزاب على 1,000,000 صوت في الوقت اللي أحزاب الأغلبية الحالية في البرلمان في الانتخابات 2021 ما تحصلتش على إلا على بضعة مئات من الآلاف. فالتكتل الاستقرار والإصلاح كان يضم في الانتخابات السابقة اللي هي آخر انتخابات شاركنا فيها أكثر من 20 نائب برلماني، سنة 2017 نعم، لأن في 2021 كان كثير من الأحزاب اللي ما شاركتش فيها سواء بسبب التوقيعات أو بسبب قرار سياسي للمقاطعة. احنا بطبيعة الحال شاركنا فيها كتحالف جمهوري، وأنا ذاك تحصلنا على 120,000 صوت، ولكن مع الأسف الشديد بمقابل 0 مقعد في الوقت اللي أحزاب أخرى تحصلت على ربما على 130 أو 140 ألف صوت وتحصلت على 40 نائب برلماني. هذا باش نغلق القوس اللي متعلق بالخلل الموجود في قانون الانتخابات. فبالنسبة لتكتل الاستقرار والإصلاح هو حاضر من ناحية المنتخبين المحليين، حاضر بالمناضلين والإطارات اللي عنده. ثم مسألة جمع التوقيعات قبل ما نلحقوا لها، احنا في تكتل الاستقرار والإصلاح نظمنا عملنا في الرئاسيات بمنهجية. بعد إنشاء التكتل وفق أرضية سياسية، ما نشأناش تكتل من فراغ، أرضية سياسية راهي منشورة فيها أكثر من 20 صفحة
طرقنا الجانب السياسي الاقتصادي الاجتماعي والسياسة الخارجية وسياسة الأمن والدفاع الوطني، ثم كذلك قمنا بعمل منهجي، أولا اجتماعات لجنة التنسيق والمتابعة واجتماعات إعداد البرنامج الانتخابي اللي هو الآن يضم ما يقارب 35 محور، تبدأ من السياسة العامة، من الإصلاحات السياسية، من إصلاح قوانين الانتخابات، قوانين الأحزاب، من متطلبات دولة حق والقانون، من استقلالية العدالة، مرورا إلى الجوانب الاقتصادية المتعلقة بقطاعات الواعدة كالسياحة والفلاحة والخدمات والتكنولوجيات والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ووصولا إلى قضايا الاجتماعية والثقافية كإصلاح المنظومة التربوية والعدالة والسكن وسياسة التضامن الوطني وترقية الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة والاهتمام بالفئات الهشة والفئات المحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة، وانتهاء في برنامج الانتخابي نتاعنا بما يسمى بسياسة محور السياسة الخارجية اللي من خلاله ندعو إلى توازن في سياستنا الخارجية والابتعاد عن سياسة المحاور والعودة بسياسة الخارجية نتاعنا إلى الأساسية نتاعها اللي هي حل المشاكل بطرق تفاوضية والسلمية، وكذلك سياسة الأمن والدفاع الوطني والاهتمام بالجالية الوطنية في الخارج. إلى جانب هذا قمنا بعمل جواري مع المواطنين، لأننا نؤمن في تكتل الاستقرار والإصلاح، بأن على عكس بعض الأحزاب الأخرى مع الأسف الشديد ربما نرجع لها بعد قليل، نؤمن بأن إنجاح الانتخابات يمر بالضرورة على الشعب لإقناع المواطن. أكيد. احنا نقولها بالتعبير الدارج في التجمعات، نقولوا الانتخابات كما العرس، العرس ينجح بموليه، ينجح بأهله، فالانتخابات باش تنجح لازم تنجح مع الشعب، تنجح بالشعب، وتنجح من أجل الشعب. ربما على الذكر يعني خلينا نختم على التوقيعات. إذا بعد ما نظمنا أكثر من 10 تجمعات جهوية، وبعد يومين نزيدوا نواصلوا في لقاء في بومرداس ثم خنجلة ثم تيرت حتى نصل إلى عملية جمع التوقيعات يوم 8 جوان بعد أيام. تعرف بلي منذ يومين عقدنا ندوة وطنية لمنسقي الولايات، منسقي تكتل الاستقرار والإصلاح، بحضور 58 ولاية وبحضور ممثلين عن الجالية، وين ضبطنا الرتوشات الأخيرة في جوانب التنظيمية الإعلامية القانونية، وطالبنا كذلك من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن تستضيفنا في لقاء عمل حتى نشوفوا ما هي المستجدات، حتى نتناقشوا معها حول النقائص اللي سجلناها في التوقيعات في 2021 في التشريعيات السابقة باش نتفادوها إن شاء الله. فنحن على أتم الاستعداد لخوض هذه العملية. كما نجحنا في 2019 جمعنا 67 ألف توقيع رغم رفضها بطريقة سياسية وليست قانونية، كما نجحنا في 2021 في التشريعيات جمعنا 34 ألف توقيع وشاركنا في التشريعيات، إن شاء الله على ربي نحن واثقين بأننا سننجح كذلك في هذه المرحلة. سيد سحلي، منذ إعلان نية الترشح إلى الانتخابات الرئاسية طلبتم في العديد من المرات بضرورة توفير الضمانات من أجل المشاركة في هذه الاستحقاقات. اليوم خلي الرأي العام يعرف أنه ما هي الضمانات التي تطالبون بها، خاصة وأنه نعرف أنه القانون الجديد في حال دخولكم إلى التنافس الانتخابي والحملة الانتخابية لا يمكن التراجع والانسحاب. صحيح. احنا في حقيقة الأمر لم نطالب بضمانات، وإنما طالبنا بمناخ مساعد على إنجاح الانتخابات. ضمانات موجودة، ضمانات هي نوعين في الانتخابات، كان هناك ضمانات قانونية وراهي ينص عليها قانون الانتخابات وحتى الدستور فقط نطالب باحترامها، ثم كان هناك ضمانات سياسية. ضمانات سياسية منين عند تجي؟ منين تجي؟ تجي من أعلى سلطات البلاد، لأن تعرف أنت الانتخابات حتى لو يكون عندك قانون جيد إذا ما كانش فولونتي بوليتيك، إذا ما كانش إرادة سياسية قوية عند جميع الشركاء وعلى رأسهم السلطات العمومية على البلاد، إذا ما فيش هذه الإرادة باش نمشي ونحو انتخابات نزيهة وشفافة، كي نقولوا نزيهة وشفافة معناها ألارجيريان حسب المناخ الجزائري، إحنا ماناش عايشين في سويسرا. فهذه الشرط الأول. ثم الظروف اللي طالبنا بها بتوفيرها بأن من أجل إنجاح الانتخابات هي اللي سميناها إحنا المسؤولية المشتركة بين الجميع. شكون هما هذا الجميع؟ كاين تقريبا أربع أطراف. الطرف الأول هو السلطة القائمة، السلطات العمومية نقصد، طالبناها أولا بانفتاح سياسي وانفتاح إعلامي. ما نقدرش ندير الانتخابات ونتنافس بتكافؤ الفرص إذا كان أنا يا كمرشح أو كرجل سياسي الصوت نتاعي ما يوصلش للمواطن. وعشنا مع الأسف الشديد في السنوات الماضية. ولكن سيد سحلي ربما على ذكر الانفتاح السياسي شفنا أنه
منذ بداية عهدة رئيس الجمهورية كان لديكم لقاءات مع رئيس الجمهورية متعددة في رئاسة الجمهورية، وكان آخرها اللقاء الجامع مع الطبقة السياسية ربما قبل أسبوعين من الآن. هذا يعني الوصف اللي قدمناه ملاحظة نتاعك في محلها ومهمة كثير. الوصف اللي قدمناه احنا في تكتل الاستقرار والإصلاح حول الغلق السياسي والإعلامي، الكلام هذا ما كناش نقولوه في 2020 وفي 2021. لماذا؟ لأن أنا ذاك رئيس الجمهورية انفتح شاورنا استشارنا في الدستور تاع 2020 واستشارنا في تنظيم التشريعيات المسبقة تاع 2021. بعدها مباشرة سجلنا الغلق مع الأسف الشديد، وماشي واحد نحنا، عدة أحزاب سياسية حتى اللي كانت مقربة من السلطة تقول بلي ما تلاقيناش، لم نستشر لم نشارك، الغلق الإعلامي هاك على بالك، أنا يا شخصيا في قنوات عمومية أو حتى في قنوات خاصة بلا ما نسميوها، ربما كاين في بعض القنوات لم أمر فيها لفترة سنتين أو ثلاث سنوات. إذا إحنا ما يهمناش كثير ننظر للوراء، ربما هي جوزينو. الآن هي فرصة الانتخابات الرئاسية، الآن كاين إرادة، كاين نحس بلي كاين إرادة، إذا يجب أن السلطة تحقق الانفتاح السياسي والإعلامي، ثم طالبناها بإجراءات تهدئة أو سميناها إجراءات لاسترجاع الثقة. ومن بين هذه الإجراءات تكلمنا على المساجين الموجودين اللي تم سجنهم في إطار الأزمة وفي إطار الظروف الاستثنائية على الحراك. احنا بطبيعة الحال باش نكونوا واضحين، عمرنا ولا نطعنوا في القضاء تاع بلادنا، احنا جمهوريين، التحالف تاعنا اسمه التحالف الوطني الجمهوري، ومن بين القيم تاع الجمهورية أنك تحترم مؤسسة القضاء. ولكن قلنا للسيد الرئيس والسلطات على البلاد، قلنا لهم هناك أزمة سياسية عشناها في 2019، الأزمة السياسية هذه تتطلب معالجة سياسية وليست معالجة قضائية أو أمنية. فهذو الشباب هذو اللي تجاوزوا الحدود، ربما واحد عبر بالفيسبوك بطريقة غير قانونية، فما هو موش ممكن نمشي إلى انتخابات، ماذا بينا نمشيو لها وإحنا كلنا فرحانين ما نمشيوش لها، وجزء من الجزائريين مازال مقلق على أولاده في السجون. هناك بعض المطالب الفئوية كذلك اللي نقلناها سيد رئيس الجمهورية، مثلا مطلب ما يسمى بحملة شهادة الماجستير والدكتوراه الأجراء اللي هما بقاو عدد تاعهم أعتقد بين 6000 و8000، قلنا لازم نرفع عليهم هذاك الظلم اللي تعرضوا له، وإن شاء الله رئيس الجمهورية ينتبه إلى هذا الأمر. إذن هذه المسؤولية الأولى. المسؤولية الثانية على عاتق الأحزاب تاع الموالاة اللي هي الآن داعمة رئيس الجمهورية. وش هو السيد ساحلي؟ ربما سنأتي إلى الحديث حول الموضوع، ننتقل إلى فاصل ونواصل هذا اللقاء الخاص. عودة إليكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص الذي نعقده مع المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر سيد بالقاسم ساحلي. سيد بالقاسم ساحلي، ربما شفنا أنه خلال لقائكم الأخير مع رئيس الجمهورية الذي جمع الطبقة السياسية تحدثتم فيه حول ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي. ألا ترى أنه الآن إعادة الاعتبار للعمل السياسي تقع على عاتقكم كسياسيين بالدرجة الأولى؟ بالتأكيد نتفق معك، ولكن اسمح لي فقط نكمل الإجابة على السؤال السابق إذا سمحت لي بعجالة. إذا تكلمت على مسؤولية السلطات العمومية، نتكلم على مسؤولية الأحزاب السياسية. أحزاب الموالاة من واجبها أنها تقدم الحصيلة للشعب بإيجابياتها وبسلبياتها بالتأكيد، وإذا كان الرئيس الجمهورية يرغب في الاستمرار تقدم برامج بديلة، وتقديم الحصيلة يجب أن يكون بخطاب رئاسي راقي، مشي بخطابات التهريج أو خطابات التنفير أو خطابات التيئيس، وهذا هذا هذا ضد إرادة رئيس الجمهورية. سيد رئيس الجمهورية في لقائه الأخير يلح على مشاركة الجميع باش نرفعوا من نسبة المشاركة، باش مؤسسة الرئاسة المرة القادمة إن شاء الله تكون مؤسسة عندها المناعة القوية. ثم خطابات التيئيس كذلك، بعض الأحزاب في المعارضة الراديكالية اللي تقول له كلش أسود، يا سي محمد بلادنا ما فيهاش غير سواد، بلادنا فيها الإنجازات، فيها النقائص، نعم فيها الفساد، فيها الحقرة، فيها التهميش، فيها بعض الفساد، ما لازمش نقوله كلش أسود أكيد. فهذه الخطابات المرفوضة. ثم هناك دور آخر للمواطن، مواطن يسمع فينا الآن لازم يمشي يشارك بقوة، ما تنتظرش أنك تحسن تحافظ على المكاسب وتتجاوز النقائص وانت قاعد في دارك يوم 7 سبتمبر. إذا المواطنين لازم يمشي ويشاركوا بيقوا في الانتخابات. ثم هناك دور الإعلام في الانفتاح رقم ديروا فيه، ودور أخير يقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لندعيوها أنها ترافقنا بالتسهيلات بالإجراءات القانونية برفع العراقيل المحتملة حتى نجحوا جميعنا هذا العرس الانتخابي. بالنسبة إلى مطلب إعادة الاعتبار للعمل السياسي،
احنا في التكتل الاستقرار والاصلاح يعتبر مطلب استراتيجي. وقلت لك لماذا في بدايه الحصه؟ لان عندما يغيب السياسيين، عندما نغيب احنا وحدنا او نغيب، باسكو في الاحزاب السياسيه لو دير تقييم موضوعي سنوات سابقه كاين عدد من الاحزاب اللي هو غاب، ما يسمى بالحزب اللي حامل الكاشي في الكرطابل راح يريح في داره، ولكن كاين احزاب كما التحالف الجمهوري وبعض احزاب التكتل تاع الاستقرار والاصلاح. لو تدخل الصفحه نتاعنا كل اسبوع رانا نديروا نشاط، ولكن كي نتلاقى مع المواطن يقول لي وراك ماسي بالقاسم، نقول له الاعلام مغطي علينا، خليوا له ديبا، خليوا الحوار في اطار زوج شروط فقط، احترام قوانين الجمهوريه وعدم استعمال العنف او خطاب الكراهيه. الباقي كلنا جزائريين، فهي عادة اعتبار العمل السياسي الهدف منها كما قلنا اننا نمشي للمواطن نوعيه واش كاين ايجابي في بلاده، ونسمعوا من المواطن واش كاين نقائص باش نرفعوها للسلطه العموميه. اثنين، نخليو الاحزاب تكون الكوادر نتاعها حتى كي نجيو الاستحقاقات باش نديروا رئيس، باش نديروا برلمان، باش نديروا وزاره، باش نعينوا مدراء، نلقاو الكوادر المؤهله. ما نبقاوش حاصلين ومن بعد واش نديروا؟ قال مثلا باش نديروا الحكومه نروحوا نجيبوا الولات ولا نجيبوا التكنوقراطيين، هادو يسون با في بور لا بوليتيك. كاين بعض المناصب سياسيه بامتياز اذا درت فيها تكنوقراطي راك ظلمت وظلمت البلاد. ثم المطلب الاخير او من الهدف الاخير من عاده الاعتبار للعمل السياسي قلت هو هدف امني. اذا احنا كسياسيين فشلنا سواء راك في الموالاه او في المعارضه، اذا ما اديتش دورك البلاد ما تبقاش فارغه، شكون راح يسير؟ شكون اللي يلقى روحه مضطر باش يسير؟ هي المؤسسات الحساسه نتاع البلاد على راسها الجيش الوطني الشعبي اللي نوجه لهم تحيه تقدير وعرفان، يلقاو رواحهم اوبليجي انهم يتواجدوا في المشهد السياسي والاعلامي، وهذا امر ليس في فائده اي طرف. ربما سيد سحلي لو نتحدث نرجع قليلا للوراء، الا تخشى انه المرحله السابقه لكم تؤثر عليكم مستقبلا في الانتخابات الرئاسيه؟ صحيح، بارك الله فيك على هذا السؤال المهم كثير. بالعكس انا ناكد للناس اللي يشوفونا الان عبر قناتكم المحترمه بان مواقف البروفيسور القاسم ساحلي والنهج السياسي اللي تبعناه في التحالف الوطني الجمهوري في المرحله السابقه هي بالعكس تحسب لنا ولا تحسب ضدنا. لماذا؟ لاننا اولا مارسنا المسؤوليه في هذاك الوقت وقعدنا نضاف، هذا امر مهم كثير. لكن المواطن في ذلك السياق كان راني جاي كان هناك نوع من خطاب التهريج في تلك الفتره، وانت الان الذي ربما تماماً نبذت هذا الخطاب تماما، وكنا ضده حتى انذاك. ولكن مع الاسف قلت لك التغطيه الاعلاميه عندما تكون حزب موالاه الاعلام عموما يغطي لك فقط عندما تثمن او تشيد، ما يغطي لكش عندما تنتقد. فقلنا اول حاجه احنا مارسنا المسؤوليه في النظام السابق وقعدنا نضاف ومارسناها بكفاءه، وهذا قليل، هذه تحسب لنا. اثنين، كي كنا في النظام السابق أيدنا خيارات سياسية وانتقدنا خيارات سياسية في وقتها. نقدر نذكر فقط المواطنين اللي شاهدوا فينا بزوج أو ثلاث مواقف بعجالة. أزمة البرلمان تاع 2017 ما يسمى بأزمة الكادنا، احنا كنا موالات، شكون الحزب الوحيد اللي رفض هذيك المهزلة؟ أنا ذاك، هو التحالف الوطني الجمهوري. حتى أحزاب المعارضة نقولها للتاريخ، كنا خمس كتل موالات وخمس كتل معارضة، وفقط التحالف الوطني الجمهوري اللي رفض آنذاك في 2017 تلك المهزلة القانونية وقدمنا حتى استقالتنا من البرلمان. هذه تحسب لنا. فلهذا ما نظنش باللي المسار السياسي السابق نتاعنا راح يكون عائق، بالعكس في الحملة الانتخابية راح نشرحوه للمواطنين ونبينوا بأن هذا النقاط تحسب لنا وليس ضدنا. سيد سحلي، ربما شفنا مؤخرا أنه في إطار العمل السياسي والتحضير للرئاسيات شفنا أنه أحزاب الأغلبية الموجودة في البرلمان ممثلة في البرلمان أقامت تحالفا فيما بينها وهي أربعة أحزاب، ولكن سرعان ما بدينا نشوفه أنه حرب تصريحات بين قادة هذه الأحزاب. كيف ترى هذا العمل؟ والله تعرف احنا في التحالف الوطني الجمهوري ما نعلقوش كثير على الأشخاص، نعلقوا على المواقف. ولكن واش كنا نقولوا؟ أنا واحد الوقت سميت الموالاة الحالية بأنها بعضها مش كلها طبيعة الحال هي موالاة على استحياء وليس على قناعة، وربما حتى موالاة انتهازية وليست موالاة قناعة. احنا قلناها السيد رئيس الجمهورية، وهذا نقدر نربطه بالجواب على سؤالك السابق. احنا في التحالف الجمهوري ما عندنا حتى مشكل كي نكونوا في الموالاة، وما عندنا حتى مشكل كي ننتقدوا للمعارضة كما رانا دركا. علاش؟ لأن نقولوا للناس حزب سياسي ما يزيدش في جبهته لازم يقعد دائما في السلطة، والله يزيد يقعد دائما معارض شغل فوند كوميرس كما بعض الأحزاب. احنا نهار اللي نلقاو توافق في البرنامج مع رئيس الجمهوريه ونكونوا جزء من الاغلبيه
نديروا الموالات عادي بدون اي عقده ونخدموا بلادنا ونبينوا بلي قادرين نسيروا المؤسسات كما درناها في السابق. واذا ما توافقناش مع رئيس الجمهوريه حول البرنامج نديروا المعارضه، ولكنها المعارضه البناءه والصادقه وليست المعارضه الهدامه او العدميه. ربما سيد ساحلي كسؤال اخير، الرئاسيات 2024 هي ربما فرصه ل دحر ما يسمى بالحملات العدائية ضد الجزائر اللي راهي تجينا من الخارج، من طرف خلينا بلا ما نسميو الدول، راهي تجينا من عديد من الدول خاصة بسبب مواقف الدولة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية. اليوم كيف يمكن للطبقة السياسية أن تجابه هذه الحملات العدائية؟ هذا دور أساسي، وإحنا قلناها في تجمعاتنا وقلناها في خطاب الترشح وقلناها للسيد رئيس الجمهورية في اللقاء معه. قلنا احنا كحزب سياسي ورانا نقولوا فيها المواطنين مدركين تمام الادراك بان انتخابات 2024 ليست كسابقتها. انتخابات 2024 الرهانات الحقيقيه فيها ماهيش فقط رهانات داخليه. واش معناها؟ معناها المواطن يزم يفهم باللي في الانتخابات القادمه ما راحش نجي انا مرشح نحكي لك فقط على الطريق وعلى السكنه وعلى الخدمه وعلى الصحه وعلى المنظومه التربويه، هذه كل حقك لازم نقدم لك حلول، ولكن الاكثر من هذا دوري انا ودورك انت مع بعضنا نتكلموا على الرهانات الخارجيه. زوج رهانات اساسيه، دو زونجو، الرهان الجيوستراتيجي الامني باسكو رانا في محيط ملتهب 7000 كيلومتر تقريبا، ما عندنا حتى صحيح. حدود راهي مستقره بتفاوت بيان سور. الجاره الغربيه نظام المخزن العميد للصهيونيه راهو بقى لنا تقريبا معاه فقط الخطوه الاخيره اللي هي الحرب، ربي بعدها علينا. دول الساحل كذلك هاو تخلاط فيها كبير، ليبيا ما نحكيوش تقريبا لا دولة ولا مؤسسات صحيح. تونس اللي شوية كانت سالكة فيها كذلك عدم استقرار سياسي قد ينتقل أو قد يتحول لا قدر الله إلى عدم استقرار أمني. حتى في محل البحر الأبيض المتوسط هاو ما نشتركين، حتى في البحر الأبيض المتوسط في شمالنا هاو كاين مشاكل أخرى تاع الهجرة غير شرعية وغيرها. فكل هذا تخلينا نقول للمواطنين أرواحوا في 7 سبتمبر نعالجوا مشاكلنا الداخلية، نعم هذا أمر ضروري، ولكن دون أن نغفل من أذهاننا باللي فيه تحدي الالتفاف حول مؤسساتنا الأمنية. الجيش الوطني الشعبي اللي راه قائم بمهامه في حماية الحدود في حماية السيادة وفي مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ثم كذلك التحولات الجيوسياسية اللي هي ناتجة عن ثبات الجزائر عن مواقفها خاصة في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها دعم الأشقاء الفلسطينيين خاصة أمام الإبادة الجماعية. لازم نسميه الأمور بمسمياتها، ما هيش حرب، جرائم الاحتلال، ما هيش حرب، ما هوش عدوان، ما هيش حاجة أخرى، هي إبادة جماعية للكيان الصهيوني ومن يدعمه من بعض القوى الغربية. وكل جزائر في هذا الأمر راهي قائمة بدورها، ولكن هذا كي نقولوا هذا الرهانات الزوج ما يمنعناش نقولوا كذلك بعض الحقائق باللي الرئاسيات القادمة ماهوش معناها نغلقوا النقاش قال لي أن عندنا مشاكل خارجية ما نناقشوا والو، لا بالعكس سي اون ريزون دو بلوس باش نناقشوا بجد توجهات الدبلوماسية نتاعنا اللي قلنا فيها احنا في التكتل الاستقرار والإصلاح. قلنا لازم ترجع توازن بين زوج حوايج، بين المبادئ وبين المصالح. احنا دولة عندها مبادئ نحافظ عليها، بس احنا ثاني دولة عندنا مصالح. ربما سيد سحلي وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، كلمة أخيرة توجهها لي. كلمة الأخيرة أولا بعد ما نجد لكم الشكر في قناة النهار على هذه الاستضافة الكريمة، كلمة الأخيرة هي لكل شركائنا، نبدأ من السلطة ونمروا للأحزاب ونكملوا بالمواطن اللي هي لازمنا. الانتخابات الرئاسية مسؤولية مشتركة، لازم كل واحد فينا يبذل جهده باش ننجحوها. لازم ما نخافوش من بعضنا، رانا جزائريين، خلينا نتناقشوا بالحرية بالمسؤولية، لأن الجزائر في اعتقادنا في تكتل الاستقرار والإصلاح نبنيوها بالتوافق، نبنيوها بلم الشمل، نبنيوها بالإجماع، بالتفاهم، بالمحبة، ما نبنيوهاش بالإقصاء أو الانتقام من بعضنا البعض. شكرا لك سيد القاسم ساحلي المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر والأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، إلى اللقاء.